انا شايف ان النادي الاهلي الحمد لله بيكسب وشكل على فترات بيبقى حلو، لكن خلينا صراحه عشان الراجل الاستاذ المشاهدين ما يقولوش انا بجامل، او لازم نحترم عقليه المشاهد شويه. مش هو ده النادي الاهلي، لازم نتكلم متصل. مش هو ده النادي الاهلي اللي انت كنت في الجهاز من 2005 لغايه 2009 بالظبط، اللي هم الخمس سنين اللي كسرتوا فيها الدنيا. خمس سنين ممتعين، نتائج، اداء، شكل، كل حاجه كانت موجوده، حتى في غيابات بعض اللعيبه، بعض النجوم الكبار قوي. انا جت فتره عندنا كان في غيابات خمس نجوم كبار جدا فرقه، وكانت الامور ماشيه وكل حاجه. لكن انا ما بقولش اسباب او ما بفضلش جهاز عن جهاز او مش شبريات، لكن هو الواضح ان اداء النادي الاهلي حلو جاي. يعني انا متوقع ان شاء الله بعد مباراه المولوديه اللي الحمد لله كسبوا فيها 2-0 وكده، كانت الشوط الاول اتعمل حلو قوي قوي قوي، اداء ونتيجه وروح وحماس وضغط وكره حلوه. لكن للاسف الشوط الثاني برضو ايه، في شويه اخطاء اللي هي عكننت عليك الشكل الحلو، اللي هو كان ممكن يطلع الشكل العام كله مباراه ممتازه نتيجه واداء. هل سببه ان 2-0 حلو وكفايه اهم حاجه الثلاث نقاط، ولا سبب ايه ان الاداء نزل الشوط الثاني؟ الاداء نزل الشوط الثاني، بس بص يا محمد، الفلسفه غريبه شويه عندنا هنا. فلسفه انك 2-0 المفروض الشوط الثاني يبقى الاداء يبقى احلى، يبقى الضغوط اللي عليك اتشالت. 2-0 الحمد لله دخلنا حطينا رجلنا ثاني في المنافسه، يبقى المفروض الشوط الثاني الاداء يبقى احلى، مفيش ضغوط، مفيش حاجه خالص. ما اعتقدش فرقه المره دي فرقه تخوف. انا بس اللي ازعجني، او مش اللي ازعجني يعني، استغربت قوي على التصريحات المدرب بتاعه اللي هو قال لك انا هكسب الاهلي في القاهره وفي الجزائر. طبعا اللي هو بالظبط، انا بعد اول بالظبط بدون مبالغه بعد خمس دقايق بالظبط من بدايه المباراه، يعني بينه وبين نفسي قلت له اديني اماره على الكلام اللي انت بتقوله ده. فرقه متواضعه بجد والله محمد، يعني فرقه متواضعه مفيش اي خوف. مش المولوديه بتاعت زمان؟ لا خالص. فاكر المولوديه بتاعت 84؟ طبعا. لا لا، دي بالظبط كان نصها، كانت نص الفرقه كانت منتخب الجزائر، كانت فرقه مش طبيعيه. محمد تشوكو مع 84 ده كان ماتش فظيع. احنا كنا بنلعب في الجزائر هناك عجوبه، طلعنا خسرت واحد، خسرنا واحد هناك، بس مباراه مش طبيعيه هناك. كان ايام كابتن جواري وكده، وكانت فرقتنا ما شاء الله الفرقه، لكن فرقه المولوديه كمان كانت فرقه مش طبيعيه. فهو الاداء مختلف خالص. فبعد خمس دقايق بالظبط انا اتاكدت ان شاء الله الاهلي هيكسب النهارده. لكن الشوط الثاني كان لازم يبقى المتعه احسن من كده. ويمكن حتى مستر جوزيه اتكلم وكان متضايق جدا، وممكن حتى نبه كده شويه كلام ان هو الشوط الثاني ما عجبوش اداء. لكن نتيجه الحمد لله كويسه مرضيه لحد ما. حطيتك ثاني على المنافسه، فاعتقد ان القادم ان شاء الله يبقى احسن، لان احنا لسه بنقول شفنا المنافسه، لكن عايزين المهم قوي المباريات القادمه، خصوصا المباراه القادمه في الجزائر دي مهمه جدا طبعا. يعني مباراه صعبه جدا جدا، مهمه كمان جمهور، وبرده يعني بص يا محمد، هي الظروف هتختلف، لكن اللي انا واثق فيه انك عندك مجموعه لعيبه ما شاء الله كبار جدا، تقيله جدا. ده يعني بيقول احنا ايه، شافوا الضغوط دي كتير قوي، فاعتقد المباراه القادمه حساسه جدا، مهمه جدا. الفوز ان شاء الله يديك دفعه قويه اللي بتمناها ان شاء الله. يبقى هو يعني تركيزنا على الفوز، اعتقد التركيز. وكمان اصل اصبحنا كابتن علاء ما عندناش بدائل. ما هو يا محمد زي ما بقول لك، يعني زي بالظبط انت خلاص كده، انت حطيت نفسك في الموقف ده، حطها جنبها كده مليون خط، صح. حطيت نفسك في الموقف ده، صح. ان انت خلاص دخلت مباراة القادمة كؤوس لازم تكسبها، ان مباراه الترجي فرقت معاك. اللي كان يعني انا كان عندي امل ان احنا على الاقل نطلع مترجي بدرون، لكن حصل بقى اللي حصل وكده، احنا حطينا نفسنا في الظروف دي. لكن احنا ان شاء الله فريق النادي الاهلي قادره ان هي تعدي الظروف دي. طيب لكن المولوديه نفسه ملوش علاقه بالمولوديه بتاع 84 خالص، ما فيش فرق حتى في التصريحات بتاعت المدرب غريبه. ولا التصريحات انت فاكر اهو ده الاهلي مولوديه 84. لا ده ماتش، هو ده علاء ميهوب برضه. ده ماتش جميل، ده عملها الكابتن مجدي عبد الغني ده 3-1. ده ماتش جميل، ده لسه كان متذاع على فكره من كام يوم قبل الفطار. لا قناه الاهلي بصراحه في عامله شغل ممتع في رمضان كمان قبل الفطار كده، بيجيب مباريات قديمه، مش لازم حتى يكون الجيل بتاعنا، لكن حتى الجيل اللي قبلنا والجيل اللي بعدنا. الماتشات دي اصلا ما تتنسيش، ماتشات تقعد تتفرج. جميله جميله، لازم هتقعد تتفرج. يعني الماتشات اللي بتتذاع عندنا في التوقيت ده بتبقى فعلا بتستحوذ على نسبه مشاهده عاليه، لانها ماتشات هتتفرج حلو. النهارده كانت في مباراه الاهلي وكتوكو. كتوكو 2-0، كابتن خطيب وطاهر ابو زيد في اخر الثانيه 2-0، ضربه الجزاء. ضربه الجزاء كانت مهمه جدا. بص الكعب ده مين اللي عمل بالكعب ده؟ هو انا بس انا لازم اقولها، يعني هي جت يعني